عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. جار الله بن محمد بن عقيل هكذا النتيجة. تهانينا والناموس. هكذا تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شوطنا الخامس عشر في تعداد أشواطي هذا الصباح والخاص بالبكار ضمن أشواطنا العامة في انطلاقات هجني أصحاب السمو الشيوخ. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. إذا أشواط الرموز في المساء سوف تكون في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، فكونوا مع الموعد ومع انطلاقة أيضا كأس المفاجآت وكأس اللقايا لهجنة أصحاب السمو الشيوخ، حيث تقرر الانطلاقة في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. على البركة نسير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ناخذ الصدارة الأولى والمقدمة الأولى. هناك في الصدارة هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي يقدم لنا هملولة، بينما المركز الثاني الوصول من جبارة أيضا قادمة بشعار سمو الشيخ هيان بن ذياب السيف آل هيان الصادق فضل الأمين في التضمير. نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث، هذه هي المسك لهجن الرياسة يضمنها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الرابع وصلت هملولة خذت المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة علي بن مي اللهيبي. المركز الخامس هويام لهجن العاصفة غياث الهلالي، بينما الدخول من الزاوية الأخرى لتتقدم الوثبة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا هذه الانطلاقة. ياخذ المركز السادس، المركز السابع الكايد الكادي لهجن الشحانية وسالم بفاران يقدم لنا الكادي في هذه الانطلاقة بشعار هجن الشحانية، بينما هناك الواعية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد نهيان المحترف يمعى بن عتيج الرميثي يتقدم وياخذ هذه الانطلاقة مع المركز الثامن. المركز التاسع الزود لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز العاشر القدوم في عاشر المراكز والقادمة حكمة لهجن الرياسة يتقدم أحمد بن مايد الخيلي بالتضمير والتدريب. هذا نيدان الأول، ومنه نتحول إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى هملولة. هملولة على الصدارة، هملولة على مقدمة هذا الشوط من هجن الرياسة وبتقدم الظافر علي بن يمي اللهيبي يقدم لنا هملولة في الصدارة، بينما المركز الثاني جبارة لسمو الشيخ هيان بذياب السيف آل هيان الصادق فضل الأمين يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم. الكادي وصلت خذت المركز الثالث لهجن الشحانية الذهبي سالم بفاران يتقدم من خلال هذا التواجد. المركز الرابع الوثبة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم هيبي يتقدم. وصلت في هذه اللحظات المسك لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف بتألق واضح في هذا الصباح. بوسعيد يقدم لنا هذه النوعيات الجميلة بالشعار الأحمر، بينما الوصول الدخول من الواعية وصلت بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد نهيان يمعى بن عتيج الرميثي ياتي بو خليفة. المركز السابع وصلت هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللهيبي. المركز الثامن وصلت هذه اللحظات هذه هيام لهجن العاصفة غياث الهلالي يقدم لنا هيام. أيضا الوصول الآخر من حكمة لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي، بينما الدخول من العيدة هي لهجن الشحانية يابر بن سالم بن فاران يتقدم من خلال تواجد الشعار الأدعم في هذه الانطلاقة. هكذا نتيجتنا ونيدان الثاني. من هنا تحول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى أيضا المقدمة 1500 متر. بدأنا نقترب من المنعطف الأخير مذكرين بانطلاقة المساء في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. كونوا مع الحدث، كونوا مع الموعد والقوة والسرعة الفائقة بإذن الله تعالى. منافسة قوية سوف تكون في المساء. عودة إلى هملولة، هملولة 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 على المركز الأول هجن الرياسة
الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المسك في المركز الثاني لهجن الرئاسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، الوثبة في المركز الثالث لهجن الرئاسة بقيادة أيضا هناك العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الوصول الآخر من الزود لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. يا سلام، وصلت الكادي، تقدمت الكادي لهجن الشحانية، وسالم فاران يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي، ولكن عودة إلى المثلث الذهبي في منطقة أعلام الخليج، المثلث الذهبي باللون الأحمر. الله 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 الله، المسك تأخذ الصدارة، المسك في المركز الأول من هجن الرئاسة، المسك والزود بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله يا أبو سعيد، يقدم هذه النوعيات الفريدة، يقدم هذا الأداء المتميز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هنا مشاهدين الأعزاء يأتي المجازف، هذه النقطة التاسعة مع بن زيتون، والثالثة عشر مع هجن الرئاسة. يا سلام يا سلام يا الحمر، الله يا المسك والزود، تهانينا من الأعماق نزفها إلى مؤسسة هجن الرئاسة وإلى المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز المسك بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه أيضا هناك اللي هي الزود لهجن الرئاسة، المركز الثالث الوزبة هجن الرئاسة هملولة، رابعا لهجن الرئاسة، المركز الخامس الكادي من هجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. إذا مشاهدين الأعزاء، هجن الرئاسة والمجازف يضيف النقطة التاسعة معه، وبينما النقطة الثالثة عشر لهجن الرئاسة من خلال 15 شوطا. تهانينا على هذا التميز والتألق الممتاز والرائع من هذه المؤسسة العملاقة هجن الرئاسة. ما شاء الله تبارك الله، هكذا أيضا تأتي بهذه الانطلاقات القوية، بينما توقيتنا الزمني في 7 دقائق وأيضا 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا محمد العتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا المركز الثاني عفوا، هناك كانت اللي هي أيضا الزود ب7 دقائق 28 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثالث كان الوصول جميلا من خلال الوثبة لهجن الرئاسة وبقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس حيث قطعت المسافة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هنا لحظات الوصول المركز الثالث ب7 دقائق 31 ثانية وفانوا تماما وكمالا. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الوثبة بالمركز الثالث، أيضا تهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. هكذا كانت أحداث شوطنا 15، وكان المجازف في الموعد. نذكر بالتوقيت الأفضل، الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح كان مع الشاهينية.